بالنسبه للفوز المنتخب الجزائري كنتمنوا له التوفيق ان شاء الله، ومزيان حمر لنا وجهنا حتى حنا كمغاربه وكجزائريين كلشي خوت ان شاء الله الحمد لله. وكنتمنوا تتحل الحدود ان شاء الله ونكونوا مزيانين، ونتمنوا الحظ حتى المنتخب الوطني ديالنا حتى حنا كنتمنوا له الحظ. والسلام عليكم. اولا كنهنئوا الشعب الجزائري بهذا الفوز الثمين، وهذا الفوز بالنسبه للجزائر بحال اللي فزنا حنا، ان حنا شعبين شقيقين كنتمناو لهم من اعماق القلب هذا الفوز للشعب الجزائري، وكنهنيوه بهذا الفوز العظيم، وكنهنيو جميع المغاربه وجميع المغرب العربي. نعم انا كنت عندي هذه الفكره وما كرهناش يعني تفسح الحدود من غدا، يعني الشعبين شقيقين وتكون بيناتهم واحد الحاجز، يعني هذا شيء غير طبيعي. كنتمنوا انها تكون واحد المبادره لفتح الحدود ان شاء الله عما قريب، وكنهنيو وكنزيدو ناكدو هنيئا لاخواننا الجزائريين. سيدي احنا بالنسبه للفريق الجزائري، الفريق اللي هو كنتسموا احنا اخوه بالنسبه للجزائر ولا المغرب، ما كانش فرق ما بين الجزائر والمغرب، وحنا جيران والجار كيوصي عليه الجار، وفرحانين بهذا الفوز ديالهم، لان فوز الا فازوا هما بحال اللي فزنا حنايا، والحمد لله الحمد لله احنا فرحانين بزاف بزاف بال نعم 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 هنا فتح الحدود، هذا هو الشيء اللي هو ضروري اللي خاصنا نلحوا عليه باش تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم فتح الحدود باش تزيد الصلات توطد مزيان وتكون العلاقات جيده ما بين الشعبين وبين الحكومتين، لما لا بين الحكومتين. الجزائريين مبروك ما درتو، ومبروك الربح علينا كاملين، واخا حنا ما تفوقناش في الربح وكاينين انتم ما عجبتونا ومؤيدين، والله ينصركم. انا معاهم اخويا، نبغيو الحدود تفتح هنايا فهاد الشرق هذا، راه حنا جايه فينا الضربه وكلش غالي ولله الله وصافي، وراه حنا مع ميكا اللي فاجئ، وتنسلم على الوالده وعلى الخوت، وتنصيفط لهم السلام في الزيف، والزيف عامر في ناتي واش نجيهم دابا ولا بلاتي، وتنصيفط لهم السلام في الكاميو، والكاميو بلا روايد واش هذا حب ولا غدايد، تنصيفط لهم السلام في التشينا واش باقي نعزز ولا تنسينا، وبصحتكم اخوتي الجزائريين، والله ينصركم تنتوما اخوتي اللي تتصورونا وتتشجعونا وتتخليونا نعبروا على الشعور ديالنا. المنتخب الجزائري الصراحه طلعوا رجال على المنتخب ديالنا، المهم احسن لعاب كيعجبني في الجزائر كيعجبني رياض محرز الصراحه، داك السيد عنده بزاف اخويا. كيفاش الاداء ديال المنتخب؟ اخويا بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم، فهاد الفرحه فرحه كبيره ديال الفوز ديال المنتخب الجزائري الشقيق بكاس افريقيا، حنا فرحانين زد عليها الفرحه ديال المهرجان، فمن الاول وحنا متبعينهم والمستوى ديالهم كيتحسن بمقابله بمقابله، فهنيئا للشعب الجزائري وحظ موفق ان شاء الله للشعب المنتخب المغربي. انا ما كرهتش، لان كنا خدامين تما، وهذه لان حنايا الناس ديال المنطقه، هذيك هي المنطقه اللي كتحركنا، وحنا خوت خاوه خاوه ما بيننا وبين الجزائر. حنا متابعين للمنطقه الشرقيه، المنطقه ديال اقليم بولمان، وحنايا فهمتي مع فتح الحدود، حنا ما كرهناش تفتح الحدود، لان فهمتي راه كاين الناس وعائلات اللي ما شافوش احبابهم هذه على اكثر من 20 سنه ولا 15 سنه، وكنطالبوا زعما من الناس المسؤولين باش يشوفوا في اسرع وقت باش غادي يحلوا هذا المشكل ديال الحدود. وهنيئا للشعب الجزائري بالفوز ديال كاس افريقيا، وحظ موفق ان شاء الله للمنتخب المغربي اللي ما وافقوش الحظ رغم المستوى اللي بين مستوى كبير، ومره اخرى ان شاء الله كنقولوا حظ موفق للاسود ان شاء الله.